أنني الشعب التونسي على نجاح هذه المسيرة، لأنه كان الهدف من هذه المسيرة اليوم هو إيصال رسالة واضحة إلى الإرهاب وإلى الإرهابيين من كونه رأي العملية والعمليات اللي صارت في تونس ما نجحتش في تحقيق أهدافها، بل بالعكس العملية هذه زادت وحدت الشعب التونسي وزادت وحدت صفوف الشعب التونسي. دماء آخر شهيد اللي هو أيمن مرجان وكذلك شهيد الجيش الوطني زادوا وحدوا الرأي التونسية ووصلوا رسالة مطمئنة لكافة مكونات المجتمع المدني وكافة الشعب التونسي لكافة الدول المجاورة وعلى مستوى عالمي اللي راهو الإرهاب لا مكان له في تونس، بالعكس التونس كل متوحدين من أجل استئصال الإرهاب من تونس. الاستعدادات الأمنية علينا نراها والله مشاركة في المسيرة بطريقة غير مباشرة، وراها اللي كونوا الأمنيين اليوم اللي كانوا متواجدين سواء اللي باشر العمل بتاعه ولا غير باشر العمل بتاعه متواجد في المسيرة هي مساهمة منه هو في إنشاء هذه المسيرة، كما احنا كنا علينا كنقابة وطنية مشاركتنا في هذه المسيرة شاركنا فيها الشعب التونسي جاي يساند فينا. حبينا نقولوا بطريقة مباشرة وغير مباشرة اللي رحنا من الشعب وإلى الشعب وإحنا أبناء هذا الشعب، المؤسسة هي ملك الشعب التونسي تخدم مصالح الشعب التونسي وتحفظ البلاد والعباد وإن شاء الله ربي يوفقنا في المهام تاعنا. عندنا استيماسيون تاع على طول الضفة اليسرى تاع المسيرة، عملنا تركيز بالوسائل الإسعاف وسائل الإطفاء العوالم المترجدين خاصة احنا اللي بينهم بالسكوريزم من الانطلاق حتى الوصول. التهديدات الممكنة هي التهديدات هي إصابات عادية اللي كما اللي صار وإلا حرائق في المحطات الوقود ولا المحطات الحساسة ولا المخبئة ولا غيرها كل أمنا. أنا حددنا نقاط فيها خطورة حطينا لها الإمكانيات نتاعنا. المبدأ نتاع الحماية لازم تكون واقف في بلاصتك والناس تجيك تعرف بلاصتك وتجيك. حضرنا عبادنا عملنا دربة دربنا على المسلك مرتين، عملنا معاينات في المتحف، عملنا معاينات اجتماعات مع الصحة واجتماعات مع وزارة الداخلية. في المجموع الإمكانيات 57 بشر من بينهم الشخص الأمامي فيهم الطوعين وفيهم أعوان نتاع فيهم أعوان نتاع إسعاف. عندي ثلاثة سيارات إسعاف، زوز حماية واحدة صحة وزوز شحنات إطفاء. أكثر بلاد عربية ما فيهاش الحكايات هذه وحكايات جديدة هي وجبانة العمليات هذه وباش نوقفولها بطبيعة الحال، لأنه احنا بطبيعتنا ما عندناش في روحنا العنف الأيديولوجي ولا السياسي ما عندناش. Oui, bien sûr, je suis ici depuis plus de 30 ans et je m'associe au problème de la Tunisie aussi. J'aime ce pays. Certainement les uns et pas les autres, mais il faut avancer. Voilà. أنا الأول والأعدل والأجمل من بين جميع الحاكمين، وأنا بدر الدجى وبياض الياسمين، وأنا مخترع المشنقة الأولى وخير المرسلين، كلما قررت أن أعتزل السلطة ينهاني ضميري، من ترى يحكم بعدي هؤلاء الطيبين؟ من سيجلدهم سعنا جلدة؟ من سيرغمهم أن يعيشوا كالبقر أو أن يموتوا كالبقر؟ كلما قررت أن أعتزل السلطة فاضت عيناي كغمامة وقررت أن أركب الشعب من الآن إلى يوم القيامة. أريد أن أمشي عليكم كما أمشي على السجاد قصري، لم يقل لي سفرائي كلا، لم يقل لي وزرائي كلا، لم تقل لي حبيباتي على فراش الحب كلا، أنا الآن أقتلكم كي أتسلى. إن شاء الله يكون مش هذا، إن شاء الله يكون العكس، إن شاء الله يكون كل ما هو منتظر إيجابي للشعب. Thank you.
de l'UNESCO.